المهم رحنا درنا واحد الكساده وهو كيدخل فينا ما عرفت لا داكشي في السقف ولا في الارض. درنا كساده عاد دابا. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا فيديو جديد ونهار جديد. المهم ما خصنيش نهضر بالجهد. ويلي صافي دابا عرفتوا جينا جبنا هاد القفه هادي باش غادي ناكلو واحد الاكله زوينه. جينا لهنايا لا بيرلا. القفه هادي زوينه عجبتني، كيوت. شوفوا شحال صغيره وحليلوه عند ماما، وساكي كتشبه لساكي. نقول لك واحد الحاجه، فاش كنوصل لهنا سكت في كريسه. لا حتى هو كان كيجي. اي اللي خلينا من يوسف حيت هذا مسقط الراس ديالي. فاش كنوصل لهنا لهاد البلاصه ما كانت ديك الساعه لا جوهره ولا بومبا ولا هي الخلا والشوك. صراحه يعني كانت باديه واخا قريبه من المدينه ولكن باديه. وصراحه فاش كنوصل لهنا كنحس بواحد الامان وكنحس بلا كلشي تيعرفني. هي فعلا بزاف د الناس كيعرفوني، نقول لهم انا بنت فلان ولا اخت خوتي هما فلان وفلان وهذه. تبارك الله مع خوتي مازالين في هذا مسقط الراس ديالنا مازالين ساكنين. نقول لهم انا شكون وهذا يعرفوني، ولكن قبل ما نقول لهم انا حاسه بالامان. انا عاوتاني هنايا تفكرت بابا مؤخرا اخر مره جينا لهنايا تقريبا، ماشي اخر مره ولكن اخر مره وناكلو هاد الكيك هذا كان معنا بابا. هو اصلا مول الفكره قالنا حيت كنت صوبتها انا وميمه وقالنا صوبتوها اجي ناكلوها في جوهره. وداكشي اللي حاولت ندير اليوم داكشي علاش قلت لك صوبي لنا هادي ونمشيو لجوهره. ني عرفتوا راني فريمون كنبغي ندير شي حاجه هكا تفكرني في بابا. ذكريات. وفعلا دابا انا هبط في الدروج اي حاجه اي حركه كتفكرني في بابا. الله يطلقه على خير، الله يطلقه على خوه وجميع المسلمين يا رب. بسم الله. واحد الجريمه عاد تمت بنجاح. عرفتي كنكرهو. يلا قتلتو. زي المغرب ديالي. سلام البنات، المهم لقيتونا جمعنا حويجات ديالنا وغادي نمشيو باش نمشيو لابيسين. غير ما جانا لبالنا المناقبه لقاتنا نمشيو لابيسين ديال الليل وصافي. انا دغيا كونفيرميت مع السيد باش ماشي عاد نتراجعوا في القرار. صافي دغيا نيشان صيمتهم. المهم غادي نمشيو ان شاء الله لابيسين ديال الليل ماشي النهار، حيت النهار مثلا كيكون عندك بزاف تاع الحاجات ما ديري. وهادشي اللي درنا مثلا النهار كله قينا شغالاتنا وكلشي، في الليل الانسان كيمشي يفوج. المهم رحنا درنا واحد الكساده. فلوق هذا واحد وعقل. واخا ما كنتش انا اللي جبت الاول مال ديك الطوموبيل وحيت عزيز عليا داك الاول. لا لا يا لا لا، وعيني عيطت له. فاش عيطت له قال لي واش بنتك قلت له. شوفوا كل واحد فيكم يقول الاحساس ديالو ملي دخلت فينا الطوموبيل. اش من احساس دابا عاد حنا دخلت فينا الطوموبيل غاديا في امان الله. انا واحد فرانا حدايا فراني حتى انا. ايوا تا كنسمع باط من اللور، واحد الضربه خطيره من اللور. المهم انا تخلعت وتقلبت فحال هكا. وانتم كيفاش حسيتوا؟ انا اللور عاد راك صراحه انا ظهري تفرع عليا بديك السطحه هكا كدير لي المهم شنو اسيدي صافي كدير لي المهم شنو كاين. انا ضربت كنلقى غير واحد الطوموبيل كدير لي دخلت فينا طوموبيل. المهم دخلت فينا طوموبيل. وانت زينب زين زينب اللي تعاود لك شداها كانت غتمشي هكا فهمتي. انا بحال اللي كيضربوني باش نولد. عرفتي كيعطيوك هنايا فتحت الظهر كتعطيك عطاتك الضربه بجد غير نحل هذا الصالون كتحسي به كيشد كيمص الصدمات. اما حنا اللي كان جاتنا الضربه اكثر لو كان في طوموبيل عاديه. هو خطير
خطيره داك الدربار حتى انا هنايا وبحال بغيت نزيد للقدام بحال هكا. المهم ما كيجاتك الضربه؟ كيجاتني الضربه بدا اول مره انا كندير هكا كسيده، اول مره كنحضر على كسيده بحال هكا. احنا ماشيين ناشطين ضاحكين، ما عندنا حتى شي حاجه، طالقين الاغنيه ماشيين في طريقنا، ما علينا ما بينا، وهو مع شنو وقع القدام وكاين صف ديال الطوموبيلات، حتى حنا وقفنا وهو كيدخل فينا، ما عرفت لا داكشي في السقف ولا في الارض ولا عيد، زعزعت هكا ما بقيتش نحل الطوموبيل واش كاينه شي حاجه ولا ما كاين شيء. امي ما ترمات البلاصه الطوموبيل ترمينا حتى لا حول، انا خصني نعرف شنو كاين، واش شي حاجه تكون كتقول نحلوا الكفر شنو كاين شنو كاين نحلوا الكفر، ولكن حنا قالوا مرسيدس الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الطوموبيل اللي ضربتنا تعنفجات ما فيها ما يسوى، وحنايا الحمد لله شويه سالمين، شويه شي شقيقه فوق شي. المهم هي خلعات فعلا. وفي راسكم تسالت لي لاسيرونس 120 في الشهر، ودابا 30 الحمد لله مخلصه لاسيرونس، تخلصتها في نص النهار. تخيل لكم كنت كنتهاون عليها هنا فين كتحتاج لاسيرونس ضروري ضروري، ها ما يوقع والو، ها نمشي غير لهنا او نمشي غير لهنا، لا ما يمكنش. عرفتي لاسيرونس الحمد لله، دابا عيطنا لها وهو الكونستاتور جاي، وهذه اول قصيده عندي انا في حياتي كامله، اول قصيده غادي نديرها، ونتمنى ان شاء الله اخر قصيده. اول مره انا شارفه دابا اول مره صعيبه جاتني، وعرفتي راني دابا كنضحك معاكم، راني بريت فاش مت اول نوطه غنوض. بعدا بغى يزعم عليا قال لي اش داك الفران درتي، وانا راني عادي انا عارفه راسي ما درتش فران ساك ولا شي حاجه هكا مجهده. قلت له نتا انت ولكن راه هو اللي فوتي في الاول والاخر. علاش انا في الشاس صبني؟ حيت من قبيله هو معايا في الطريق، بعدا من قبيله وانا كنشوفه في المرايه وهو بحال مزروب، خصو غير يزيد غير يزيد غير يزيد، وفاش ضربني خلاص كملت العصب ديالي. ايوا المهم ماشي مشكل، لقيت انا دابا غادي لابيسير. كي جاكم لابيسير؟ لابيسير تبعنا عمى لابيسير ديال ايوا ما عرفت باش تبليت هنا، هبط نشوف شنو كاين. من الكوفر. المهم هذه الضربه ما عيطيلوش؟ لا صافي، انا حيد الطوموبيل ديالك زيد الكوفر. بغيتي تعيط لهم دوزيهم لين هضر معاهم انا صافي. بلاش المهم شنو هاد الطريق ما نحضر البومبا، ما قادراش تهضر. لا المهم لا المهم لاباس، لو بنا اللي مش مقصحة ويسرى خلاص حيت ضربنا. فين يا امي؟ فين يا امي؟ شنو؟ ها ايوا حنا وتقصحنا هذه للطوموبيل عرفتي؟ سي ما تخلعوهاش، لا 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 ما تخلعوهاش معاك صافي معاك، ولكن الكسيده درنا كسيده بصح، ولكن والله ما كاينش خسائر بشريه، ولكن حنا ما عندناش العرض كسيده ضاحك، مشينا المحكمة ضاحك فين ما مشينا ضاحكين، والله الا درنا كسيده دبخلني درنا كسيده بصح، ولكن حنا واقفين جاو الكسيده. شويه حتى شي حد ما فيه شي حاجه، هضرة يسرى انا خالتي كيبقى تيوصل زعما شويه ولا صبر عبد الله. شوف زهير، شوف ولدي، ضربتنا شي طوموبيل من اللور، ولكن ما وقع لنا حنا حتى حاجه، ديك الطوموبيل اللي ضربتنا هي اللي تعنفجات صافي الحمد لله، دارنا الكوستا ما كاين حتى شي واحد، ما كاين حتى شي ضرر، ما غير هكا تضحك معاك وصافي. العفريت عيت فيها وهي كتضحك معاك، عيت فيها، هذا ماشي ضحك، هذا ماشي ضحك. ايوا دابا ما كاين حتى حاجه والو، حتى الطوموبيل ما فيها والو، يكون هاني ماشي الطوموبيل، لا حتى حنا ما كاين حتى حاجه الحمد لله، حتى حنا ما كاين والو. ولكن
وجه الله منك. والله نعل الشيطان لا انا واش انا الله الله يهديك انت بحال ولدي غنقول لك شي حاجه اللي ما كايناش الله يهديك انا راني هنايا الله يرضى بحالك انت اللي كان هنايا بحالك راك هنا يلا كون هاني الله يهديها الله يهديها وصافي حنا وصلنا دابا لا لا مازال الساك انا بغيت نحل الكوفر نشوف واش ترست شي حاجه انا هاد الحوايج غيوقع لهم الله يهديك شكون انتيا كنت من الصباح سمعتي داك المسكوته ما كتهمت لا المسكوته ما انا وقعت دابا حنا وصلنا وانا كنحس بوجهي كاشف بقوه الحراره مهم والعصاب ديال داكشي قبيله سولتهم واش غادي نرجعوا نكملوا داكشي ديالنا قالوا لي يا اسف عاوتاني جينا نكملوا على نهارنا ما نضيعوش النهار ديالنا باش يدوزنا زوين ان شاء الله اي ام يوسف نسي ولا تحصل ضحكتني ماما اليوم كنت كتحمق هاد البيباس واعره بزاف انا كتعجبني هاد البيباس زوين ياك زين صافي شوف على جو عرفتو خاوي وانا عجبني الحال لقيتو خاوي من الاحسن باش كان صافي هكا اون فامي نجلسو بوحدنا نضحكو مع حنا كندير واحد الضحك مشوه بعدنا بالعان كوكو زينب زينب كتمضى بحال زعما عندها الدروس سكيتة تمي ما عاد احتاجناها اليوم اوه بلا زينب كي جاك زوين زوين هبطت فرح انا هبطت سعاده كيفاش داك الشمس في شكل كتحسي احسن انا راه عندي فوبيا من الماء كنخاف الماء كيكون فيه الضفادع والتمساح والحلوشه الضفادع الضفادع في هذه اللحظه الله يا اختي والله كنخاف من الماء بزاف دابا انا غير هبطت وجاني جاني خوف لوبن ها هو جا الماكلة جات الماكلة وفيها البرد زين ما بغاتش تعوم ما بغات ملي كيتزبط ها هو كتعرعر وشوف كتسبقني كنلبس لها فوقية وكتهبط كتصاوب ساعات تلبس من جهة البرد احنا سالينا دابا صافي البنات راه حنا غاديين بحالنا شفت عليك الباب اي شكرا كتوني دابا يلاه جيت للدار انا وزهير مشينا بعدا تعشينا وعاد جينا للدار وصافي ما بقى لي والو ان شاء الله وغادي ندير البوطه وداكشي غادي نتهنى صراحه المهم صراحه دازت واحد العومه زوينه ولكن كنحس براسي عيانه شويه حيت البرد راكم عارفين صراحه ضربنا البرد نيت حسيت انه مازال ماشي وقت هاد العومه هادي حيت شويه في الليل كيتبرد الحال في النهار واخا تعومي في النهار ولكن في الليل مازال الحال ايوا صافي هادشي اللي كاين دابا لقيتوني غادي نجبد الشبيكات اول استعمال ليرو وين الشبيكات اللي شفتو داك النهار غادي نجبدهم وما عرفت شنو اللي غادي نجبد باش نغسل الديسير حيت الديسير جابو زهير وخاصني نغسلو عندي واحد المهمه ديال نغسلو المهم نجبد بعدا بانيو نجبد بانيو باش نغسلو هادشي انا تنضخ فيه المهم اول حاجه خصني نغسلهم حيت فيهم الوسخ شويه
داك الخوخ زوين داكشي بالضبط زوين انا كيعجبني هكا شوفوا كيجي هذا كيكون حلو الخوخ الاخر سبحان الله ما عنديش معاه ما عرفتش علاش المهم هذا زوين واخا حتى هذا راه مازال قاصح هاد الفواكه هادو مازال شويه الحال عليهم ولا الدلاح انا كنحماق على الدلاح وما بغيتوش يجيبوا دابا حيت مازال الحال كتلقاي الدلاح راش فمن الماما كتلقايهاش زوينه عرفتي هذا عصبني هاد الروبيني كيطلق تشاش صراحة مغبرين بزاف مغبرين كيعجبني ما خد راحتي في الغسيل فراسكم البنات هذا هو اول ديسير غادي يدخل لداري والله الا اول ديسير وفرحانه بزاف حيت المهم ديسير المهم شي حاجه تتحسي بشويه الدار ماشي دانون عرفتي هاد الايام راه فريمون طلع ليا فراسي دانون وداك الشيء ولينا كناكلو غير دانون المهم شوفوا ديسير جا زوين هنايا شوف كيجا زوين هنايا لافوكا جبتها غادي نغسلها عم نشلي لها هكا شويه وصافي حيت لافوكا ما كناكلوش مثلا القشره ديالها بحال الخوخ ولا شي حاجه هكا غير تشلي ليها شي لخفيفه من داك الغبره اللي كتكون وصافي غادي نديرها عندنا هنا كاين المشمش عاوتاني نغسلو المشمش هكا غادي يبقى ماشي مشكل اصلا دابا شويه غناكلو منه وغادي نسدوه هنا كاين البرقوق هذا زوين المهم كل الديسير كله زوين هنا عندي البطيخ شوفوا البطيخ اول مره غادي ناكلو في هذا العام هنا كاين السويله كاين هنا العنب هنا كاين التفاح الاخضر والاحمر انا كيعجبني التفاح الاحمر اكثر من الاخضر ما عرفتش علاش هنا كاين البنان واخا انا البنان ما كيعجبنيش هكا خضر شوفوا كيعجبني يكون طاي بنيت باش يقدر يعجبني البنان ولكن هذا غادي يبقى هكا حتى يطيب المهم كاين اللي كياخذو بحال هكا وكيخليه واحد 3 ايام وكيطيب صافي هنايا عرفتي كاين الخوخ الكبير اللي قلت لكم عليه قبيله المهم كاين الخوخ صافي هادشي اللي كاين تبارك الله وصراحه تقضيه زوينه للدار كاينه هنايا حتى الشهديه المهم صراحه تقضيه زوينه للدار يعني اول تقضيه لداري وداكشي كانت جد ساهله انا صراحه كنت بغيت نديرو اول تقضيه تكون ديال العطريه ديال الدجاج ديال اللحم القطنيه داكشي اللي كيكون اساسي ولكن مهم هذا الديسير الديسير يعني مثلا منين ندخلو دابا ناكلوه ولا شي حاجه احسن من دارو هو صراحه مازال شويه ولكن ما بقى والو ونركبوا هاد البوطه صافي لقينا الحل دابا نعاود لكم وما بقى والو ان شاء الله نركبوا هاد البوطه هادي باش نبقاو نطيبوا خشي في دارنا وداكشي على الاقل كاع واخا انا ما كنعرفش نطيب دابا صراحه وكلشي عارفه وحتى قلتها له قال لي دقه دقه وداكشي على الاقل جيبي غير نص كيلو ثلاثه عندو تصوطي هكا في مقيله احسن بألف درجه انك تمشي كل نهار وتخسري فلوس كل نهار كل نهار الماكله في الزنقه انا ما كيضرني قلبي قبل ما نديرو دارنا واخا كنا شويه ولكن دابا عندنا دارنا صافي ايوا صافي هادشي اللي كاين المهم هادي تقضيه بسيطه وغادي نمشي دابا نكمل هادشي ونتكى بحالي حتى غدا ان شاء الله وغدا ترقبوا معايا الفيديو الجاي عندي سيربرايز عندي مفاجاه باش غادي نوريها لكم انا محمسه بزاف نوريها لكم وتقدر تعجبكم تقدر لا كاين شك وان شاء الله ان شاء الله يا رب تعجبكم حيت انا عاجباني بزاف ايوا هذا المكان وبسلامه عليكم نتلاقاو في فيديو جاي باي باي